قطع التحدي على رواق الطريق الوطني الرابط بين الشفا بالبليدة والبرواقية بالمدية الذي ينتظر دخوله حيز الاستغلال العام المقبل سيدشن لمحور طريقي أكثر أهمية اقتصادية من الطريق السيار شرق غرب. صراحة قلت لك بدي راهو تحويل البضايع والحاويات من الجزائر إلى أفريقيا يتم عبورا عن طريق السيار هذا. يعني الطريق الوطني رقم واحد يمشي إلى حدود النيجر فيه 2400 كيلومتر. سات روت ناسيونال اون كي اون دي دوبلومون اي بارسيالمون اون اوتوروت او بيان اون لوجيك سامبل دو دابور دو ترانسفير دي بوبولاسيون اي دو رابروشمون دي بوبولاسيون نور سود. مي لو دوزيام امباكت اي ايكونوميك. Vous savez que l'Algérie est au sommet de l'Afrique et que par rapport au projet futur du port centre et la nouvelle autoroute de Chelchel-Lafron qui sera connectée effectivement à cette autoroute-là, a une logique de transbordement, c'est-à-dire de transférer les marchandises qui vont vers l'Afrique à travers l'Algérie. مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد الذي يحظى بغلاف مالي تجاوز 112 مليار دينار. سيربط مشروع ميناء الوسط الجديد بالقارة السمراء. لو طو دافونسمون اي تي فالوي ا 56%. فاحنا رانا نعمل باش نقومو ب لا ميزون سيرفيس تاع ليفيتمون دو برواديا و دو ميديا ان شاء الله في اخر السنه هذه. والمشروع ككل ان شاء الله يتم في نهايه التروازيام تريمستر 2017 ان شاء الله. المبلغ الاجمالي هو 112 مليار دينار جزائري. الهدف هو تكلمت على الميناء الوسط هو يعني في اعاده شحن يعني ترانسبوردمون الجزائر تصبح يعني محطه لتحويل السلع والحاويات الى افريقيا. اعطيك فكره على عندما نعبر على الطريق يعني العادي بحري نحط شهر ما بين الجزائر وبالطريق السيار هذا والميناء الجديد الوسط المسافه نديرها بست ايام. شوف الربح اقتصاديا كيفاش تكون. خط الشفا البرواقي الذي بدات الاشغال فيه منذ مطلع 2013 لتبلغ نسبه تقدم الاشغال الاكثر من نصف، فهل سينجح طلع الذي ضم حقيبه الاشغال العموميه لقطاعه في كسب التحدي في مقطع التحدي؟